السلام عليكم كديري، لبس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. عواشركم مباركه ان شاء الله بالصحه والسلامه يا ربي يا ربي. المهم اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الصدقه، الله يجعلها صدقه مقبوله ان شاء الله يا ربي يا ربي. ونتقاسم معكم واحد الطبخه يلاه اول مره كنعرفها، وبغيت نبارطاجي معكم كيفاش كدير الدجاج، كيفاش كدير الطبخ ديالها هي والاسرار ديالها، والدجاج كيفاش كدير له حتى للتقديم ان شاء الله بحول الله. المهم هنا راه طحنت القزبر المعدنوس، ودارت الثومه، ودارت الحمض المصير، وطحنتهم بطبيعه الحال مع الماء، وكبتهم في الطنجره هذه، وزدت عليهم البزار والسكنجبير والخرقوم البلدي والسمن وشويه ديال القعقله وشويه ديال البسيبيسه. وهذا الملون هذا قالت لك ضروري منه، لانه هو اللي تيعطي اللون للدجاج التحمر. المهم هنا غادي تدير قعقله وبسبيسه، هي كديرهم دابا صافي. فاش تكمل غادي تبدا في الدجاج تشرملو، باش يتشرمل مزيان. ما ديروش الزيت وما ديروش الملح نهائيا، لان هي جات من البارح غسلت الدجاج بالملحه والحامض صافي. ها انتما غادي تشوفوا دابا الدجاج كيفاش غديرلو. صافي هنا شدات الدجاج، هي كتشرمله مزيان مزيان، كتدخلي ديك الشرموله ما بين الجلده والصدر وما بين الفخيضات باش تدخلوا ديك الشرموله مزيان، وكطرطقوا هكا هي من 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 الضلوع ديالو صافي. وكتبقاو توقفوا بحال هكا، وكيطيب بهذه الطريقه، هذه كيطيب بهذه الطريقه. المهم بقاو على هاد المراحل، غتبقى على هاد المراحل حتى تكمل. وهنايا ما تنساوش تدعموني وديروا لي لايك لهذا الفيديو، وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وحبابكم، وما تنساونيش في لي كومونتير ديالكم الزوينين. وشكرا لكم، والله يخليكم عليا، وبقاو ان شاء الله مع المراحل حتى الاخر. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله ابدا قصور، فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب، فكر منير، ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. تنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، وأقبلت العطايا والأجور. وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. بيوت قبله كانت قبورا، فأحياها وكان به النشور. تنزلت السكينة في رباها، وأمطرها من الرحمات نور، وأمطرها من الرحمات نور. فللقرآن فلنبذل ونسعى، فغيث الفضل هاتان غزير. نعيم في الحياة ومكرمات، وفي الأخرى إلى الخلد المصير، وفي الأخرى إلى الخلد المصير. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. إلى درب
وللجنة يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح. المهم دابا هنايا صافي، راه زدت البصله، خلاته حتى طبخ وزدت ليه البصله. صافي دابا هي كتقلبو مزيان باش تقاد وتدخل البصله بين الدجاج وهذا باش تطيب. صافي وانتم غتشوفوا المراحل كامله. المهم هنا صافي حيدات الدجاج، ها هو كيتستقطر وغتشوفوا الدغميره. ها هي الدغميره كيفاش دارت. دابا غادي تزيد لهم الكلصه والكبده، راه تسلقوا، ها هي كتقطعهم. صافي من بعد ان شاء الله غادي تكمل ان شاء الله. ها هي دابا كدوز باش كتقلي هنايا، قبل ما ديرهم يتقلاو كتدهنهم بالهريسه وشويه ديال السمن. صافي هانتوما كي كتشوفوا، صافي ها هو الدجاج كيفاش جا. جا مقرمل، جا مقرمل زوين تيشهي. صافي دابا التقديم هو هذا، هانتوما كي كتشوفوا. وغادي تزينوا وغتحط دابا الدغميره وغادي تزينوا. وبقاو معنا حتى الاخر ان شاء الله. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب، فكر منير ورأي صائب، ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. تنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، وأقبلت العطايا والأجور. وللجنة يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور. بيوت قبله كانت قبورا، فأحياها وكان به النشور. تنزلت السكينة في رباها، وأمطرها من الرحمات نور، وأمطرها من الرحمات نور. فللقرآن فلنبذل ونسعى، فغيث الفضل هاتان غزير.